أنا الآن في الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم الشاب أمير وهب طه رحمه الله واسكنه فسيح جناتي من كفر قاسم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مقاله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افتح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قيوم أقمه على نور في قبره ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال. اللهم أعذه من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها. اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله عليه مستبشرا بلقائك. لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب. اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم فقهم فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر.